السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بخير. درس اليوم في مكون الصرف التحويل أزمنة الفعل. أهداف التعلم: يميز المتعلم بين الفعل الماضي والمضارع والأمر. أعزائي التلاميذ، سنشارك جميعا في هذا الدرس من خلال إلقاء بعض الأسئلة والإجابة عليها بجمل مفيدة. أين أنتم الآن؟ نعم، نحن في المنزل. وماذا تفعلون؟ نعم، أتناول فطوري، أراجع دروسي، ألعب في البيت، أساعد أمي في المطبخ. أحسنت. سأطرح سؤالا آخر، هل أشرح الدرس في القسم؟ لا، تشرحين الدرس في المنزل. نعم، لأننا لا نذهب إلى المدرسة، ولا شك أعزائي أنكم تشتاقون إليها. ولنسترجع بعض الأحداث، نعم، في المدرسة راجعت دروسي، لعبنا في الساحة، شرح الأستاذ الدرس، ساعدت التلميذة زميلتها. وفي المنزل أراجع دروسي، نلعب في المنزل، يشرح الأستاذ الدرس، تساعد البنت أمها في المطبخ. سنستخرج الأفعال من الجمل. في المدرسة، إذن راجعت، لعبنا، شرح، ساعدت. إذن فهي أفعال مرت وانتهت، هي أفعال ماضية. وفي المنزل أراجع، نلعب، يشرح، تساعد، أفعال نقوم بها الآن في الحاضر، هي أفعال مضارعة. ومن خاصية الفعل المضارع أنه يبتدئ بحروف، فنقول أراجع، أسافر، نلعب، نشاهد، يشرح، يكتب، تساعد، تجري. إذن ويمكن أن نجمع هذه الكلمات في كلمة واحدة، هذه الحروف في كلمة واحدة، ونقول أنيت. ولكي نقرب المعنى أكثر من زمن الفعل، سؤالي هو كالتالي، ركزوا معي. قبل انتشار وباء كورونا حفظكم الله، أين صلى المسلم؟ وأين يصلي الآن؟ ركزوا معي. إذن صلى المسلم في المسجد، يصلي المسلم في المنزل. من هنا نستنتج أن الفعل صلى ماضي، يصلي مضارع. إذن نلاحظ أن أزمنة الفعل ماض مضارع، ولكننا ننسى الأمر. فحين تأمر أو تخاطب مثلا شخصا معين بفعل الشيء أو تركه، فهو لم يفعله من قبل ولا يفعله الآن، بل سيقوم به مستقبلا. ومن خاصية الأمر كذلك أنه يقتصر على ضمائر المخاطب. نقول في المفرد انتبه، أنت انتبهي. المثنى أنتما العبا، أنتما العبا. الجمع أنتم حافظوا على صحتكم، أنتن قمن باكرة. انتهت الحصة، مع السلامة، حفظكم الله.